أنت ما عرفت على عائلتك وتركتها وهربت. أخي، هي شو عم تقول؟ هالحكي صحيح؟ ليش سكتت شبك؟ شو بده يقول لك؟ شو؟ بشو بده يبرر موقفه؟ وهلأ لسه بعد كل اللي سواه بده يطردني من بيته؟ سيد رامان أهلاوات، هاي الفضيحة اللي صارت كان بدك ياها من زمان، وهي الحقيقة رح تلاحقك مهما حاولت تهرب منها. بس لحظة، أنا معي فيديو التسجيل لأمي وهي على فراش الموت، طلبت مني سجلها هذا المقطع. تفضل. إيشاني بنتي، وأبوها هو رامان أهلاوات. أنا حبيت رامان وتعلقت فيه كتير، بس هو ما قدر يخبر أهله عني وأنه منحب بعض، وهو ببساطة تخلى عني. وبعد ما عرفوا أني حامل هو ما همه هالحكي أبداً، ما بعرف ليش، وتركني لحالي أنا وولدت لأيشاني. وبعد كل هاد وبكل هالوضع الصعب حتى سؤال ما سأل علي. خالتي، مع انك بتعرفي هالحكي وانه ايشاني بنتي، ومع هيك سكتتي وطول هذا الوقت كنتي عم تكذبي علي، وكل همك كان انه بدك تفضحيني بين الناس. وبس بدك تضحكي البشر على زوجك. انت من الاول بس بدك تنتقمي. انت كان المفروض توقفي مع زوجك وتساعديه بهالمشكله هي، وتكوني امينه وحافظه لسره. بس انت شو عملتي؟ انت اللي غدرتي فيني وعملتي لي الفضيحه بس مشان تشفي غليلك.